إذن دعني أطرح عليك السؤال التالي: ما الذي سيحدث لو توقفت عن تناول الطعام غير المفيد؟ هل ستفتح السماوات لتحدث المعجزات؟ ربما، فقط واصل المشاهدة. حسناً، إذا كان بإمكانك وضع نسبة مئوية لمقدار الطعام الذي تتناوله المكون من الطعام غير المفيد والوجبات السريعة والذي يمكنك العثور عليه في محل البقالة، فكم ستكون النسبة؟ 10% أو ربما 15% كحد أقصى؟ هيا بالله عليك لنكن صادقين. في عالم يتسم بالسرعة، بدأت الأشياء المريحة والسريعة تستحوذ على نسبة فظيعة من نظامنا الغذائي. في الواقع، قام معهد التغذية مؤخرا بتحليل البيانات الواردة من مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، فوجد إنفاق جيل الألفية ل45 من الميزانية المخصصة للطعام على تناول الطعام في الخارج. أما بالنسبة للعائلات الأمريكية العادية فتبلغ النسبة حوالي 50%، وللأسف تستمر هذه الأرقام بالزيادة في كل عام. فسواء حصلت عليه وأنت في سيارتك أو من قسم اللحوم المجمدة، هناك سبب لتسميته بغير الصحي. أجل، إنه سريع ولذيذ ويسكت جوعك لفترة قصيرة، ولكنك ستدفع مقابل ذلك ثمنا باهظا: صحتك وعافيتك. إذن دعنا نرى ما الذي سيحدث لجسمك في حال قررت أخيرا التوقف نهائيا عن تناول الطعام غير المفيد. وقبل أن نقوم بذلك، لا تنسى الاشتراك في الجانب المشرق للحياة، فلدينا الكثير من التحديات اليومية في قناتنا، لذا حرص على تفعيل جرس الإشعارات كي لا يفوتك أي شيء. 17. خسارة الوزن. بمجرد توقفك عن تناول الطعام غير الصحي سيبدأ جسمك بخسارة الوزن الزائد. حتى لو كنت لا تتناول الكثير من الطعام غير الصحي بصورة يومية، يمكنك وبكل سهولة خفض عدد السعرات الحرارية التي تستهلكها. تحتوي المعجنات والبطاطس المقلية والبرجر والمقرمشة على عدد كبير من السعرات الحرارية، مما ينتج عنه زيادة سريعة في الوزن دون سابق إنذار. ولكن حالما تقرر إزالة هذه الأطعمة من نظامك الغذائي، سينخفض بشكل ملحوظ عدد السعرات الحرارية التي تتناولها، وهكذا ستكون قادرا على حرق سعرات حرارية تفوق تلك التي تدخلها إلى جسمك. وعندما يتم حرق سعرات حرارية تتجاوز عدد تلك الداخلة للجسم، هذا يعني خسارة للوزن. 16. تحسين التغذية. إذن لقد توقفت عن تناول الطعام غير المفيد، ولكن ما الذي يمكنك تناوله بدلا منه؟ اتجه لتناول الأطعمة الغنية بالمواد الغذائية، نظرا لأنها تمد الجسم بكل ما يحتاج إليه. تحتوي الوجبات السريعة على الكثير من السكر والصوديوم والدهون المشبعة، وإذا قمت باستبدال كل هذه الأشياء بالخضار والفاكهة والحبوب الكاملة واللحوم الخالية من الدهون، ستمنح جسمك الوقود الذي يحتاج إليه، مثل الألياف والكالسيوم والبروتين ومجموعة من الفيتامينات. وهذا هو الحل للحصول على عظام قوية والحفاظ على سلامة القلب والجهاز الهضمي والدماغ. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر النظام الغذائي المتوازن مفيدا للجهاز المناعي. وهذا ما يقودنا للنقطة التالية. 15. تقليل فرص الإصابة بنزلات البرد. عند تناول الشخص للكثير من الطعام غير الصحي، تضعف قدرة الجسم على مواجهة نزلات البرد وأي عدوى بسيطة. والسبب في ذلك عدم حصول الجسم على ما يكفي من المواد الغذائية لتعزيز عمل الجهاز المناعي. وعندما تتوقف عن تناول الأطعمة غير الصحية وتتجه لتناول المزيد من الخضار والفاكهة، سيحصل جسمك على الدعائم التي يحتاجها لبناء جهاز مناعي قوي. 14. انخفاض الأخطار الصحية. عند احتواء نظامك الغذائي على كميات كبيرة من البطاطس المقلية والبيتزا والدهون وغيرها، فأنت معرض بصورة كبيرة لخطر الإصابة بارتفاع الكوليسترول وأمراض القلب ومرض السكري، حيث تحتوي الأطعمة هذه على الكثير من الصوديوم الذي بدوره يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم والإصابة بأمراض الكلى. أما إذا كنت تتناول كمية كبيرة من السكر، فأنت معرض لخطر الإصابة بتسوس الأسنان وزيادة الوزن. وفي غضون ذلك، عندما تقوم باستبعاد الطعام غير الصحي من نظامك الغذائي، تعمل على التقليل من فرص تطور أي من هذه المشاكل الصحية الخطيرة. 13. بشرة أكثر نقاء. إذا كانت تراودك الشكوك دائما حول علاقة حب الشباب بالوجبات السريعة، فأنت محق تماما.
نشرت دراسة عام 2013 في أكاديمية التغذية وعلم النظم الغذائية أظهرت التأثير السلبي على البشرة للأطعمة التي تحتوي على نسبة مرتفعة من السكريات والكربوهيدرات المعالجة. لذا تؤثر خياراتك في تناول الطعام يومياً، أي كل كيس من رقائق البطاطس التي تقوم بتحضيرها على مدى نقاء بشرتك وصفائها. وبمجرد تخليك عن تناول الأطعمة غير الصحية سرعان ما ستبدأ بشرتك باستعادة نقائها وعافيتها. 12. عضلات قوية. عند استبدالك الوجبات الصحية بالأطعمة غير الصحية سيطرأ تغيير شامل على جسمك بأكمله. في الحقيقة تساعد الأطعمة غير المعالجة ومصادر البروتين الخالية من الدهون على بناء عضلات قوية وسليمة. لذا حاول أن تتجه لتناول الأطباق المشوية والمخبوزة والمحمصة بدلا من تلك المقلية. ولتجنب تناول الأطعمة عديمة الفائدة تناول الخضار والفاكهة بين الوجبات الغذائية. 11. نوم أفضل. يرفع السكر الموجود في الأطعمة غير الصحية من مستويات الجلوكوز في الدم، وهذا ما يجعلك تواجه صعوبة في النوم والنوم بعمق. ولكن عند تقليلك من تناول الحلوى غير الصحية أو إقلاعك عنها سيطرأ تحسن على نومك ليصبح أكثر راحة، وعلاوة على ذلك ستشعر بالمزيد من النشاط في اليوم التالي. 10. مزاج أفضل. تذكر أنه عند تناولك للطعام المعالج لن يحصل جسمك على الكمية التي يحتاجها من الفيتامينات، وصدق أو لا تصدق يؤثر هذا سلبا على مزاجك. فاتباع نظام غذائي يرتكز على الأطعمة غير الصحية يرفع من خطر الإصابة بالاكتئاب، ولكن حالما تبدأ بتزويد جسمك بالعناصر التي هو بأمس الحاجة إليها ستشعر بأنك بصحة جيدة، وبالتالي سيطرأ تحسن على مزاجك أيضا. 9. تحسن الإبصار. هذا صحيح، يؤثر نظامك الغذائي على قدرتك على الإبصار. يشير المعهد الوطني للعيون بأن أفضل الأطعمة للعينين هي تلك الغنية باللوتين والبيتا كاروتين، وبالطبع لا يمكنك العثور عليها في الأطعمة غير الصحية، ولكن بإمكانك الحصول عليها من الأطعمة الصحية كالجزر أو البطاطا الحلوة أو السبانخ. 8. أظافر قوية. ومن جديد يؤثر سوء التغذية على جسمك بأكمله من رأسك إلى أخمص قدميك. لذا عند تناول الكثير من الأطعمة غير الصحية لن تحصل أبدا على أظافر صحية وقوية، وذلك لعدم حصولك على العناصر الغذائية الضرورية اللازمة لصحة أظافرك، وهذا ما قد يجعلها تبدو هشة وضعيفة. ولكنك سرعان ما ستلاحظ الفرق بمجرد استبدالك الوجبات السريعة بالمنتجات الغنية بالبروتينات وفيتامين B7. يعتبر اللوز والبيض أفضل المصادر للحصول على العناصر الغذائية هذه. 7. شعر لامع. ربما لا يفاجئنا عدم احتواء الأطعمة غير الصحية على الأحماض الدهنية أوميغا 3 الضرورية للحصول على شعر صحي. لذا من الضروري احتواء النظام الغذائي على الجوز لاحتوائه على الدهون الصحية التي تجعل الشعر لامعا وقويا. 6. المزيد من الطاقة. يعتقد معظم الناس بعدم وجود علاقة بين مستويات الطاقة في أجسامهم وبين النظام الغذائي الذي يتبعونه، ولكن الغذاء وقود للجسم بكل ما تعنيه الكلمة. لذا إن كنت تحصل على سعرات حرارية فارغة من خلال تناولك للطعام غير الصحي فلن يحصل جسمك على أي من الوقود الذي يحتاج إليه. وما الذي يفعله؟ يبدأ بحرق السكر في محاولة يائسة منه للحصول على الطاقة، لينتهي بك الأمر بالدوران في حلقة مفرغة. لذا بدلا من شرب المزيد من المشروبات الغازية أو تناول البسكويت عليك بتناول الأطعمة الصحية ليتمكن جسمك من الحصول على الطاقة الحقيقية التي يحتاج إليها. صدقني ستشعر بتحسن كبير بالإضافة إلى شعورك بالمزيد من الحيوية. 5. انخفاض الشهية. طالما بقيت تتناول الأطعمة غير الصحية ستستمر شهيتك بتضييق الخناق عليك. تذكر بأن جسمك يحاول يائسا الحصول على الطاقة من أي مكان، وعندما تقدم إليه هذه السكريات الشهية ستحدث طفرات في نسب السكر في الدم. ولكن عند توقفك عن تناول الطعام غير الصحي واتباعك لنظام صحي متوازن ستستقر مستويات الجلوكوز في الدم، وحتما سيكبح هذا شهيتك. ولكنك ستلاحظ أيضا. 4. زيادة في الرغبة بتناول الأطعمة الصحية. أعلم بأن هذا يبدو في غاية الغرابة، اشتهاء تناول الأطعمة الصحية،
بمجرد تخلص جسمك من إدمان السكريات واعتياده على النظام الغذائي الصحي، سيكون لديك نوع آخر من الشهوة، فبدلا من أن تحلم بتناول كعكة من الشوكولاتة، سيسيل لعابك عند التفكير بصينية من الخضروات. مهلا، إليك رأي الخبراء. أظهرت دراسة نشرت في مجلة التغذية ومرض السكري أنه بإمكانك تغيير ردة فعل دماغك تجاه الأطعمة منخفضة ومرتفعة السعرات الحرارية عن طريق ضبط العادات الغذائية. 3. القليل من السيليولايت. أجل، تلعب الجينات دورا كبيرا فيما يتعلق بظهور السيليولايت، ولكن عند تناول الطعام بطريقة صحيحة يمكنك أن تخفض كثيرا من هذه المشكلة. كلما قلت كمية الطعام غير الصحي الذي تتناوله، ستقل كمية الدهون في جسمك، مما سيمنحك جسما مشدودا. تذكر بأننا قد تحدثنا عن ذلك. حاول تجنب تناول اللحوم المعالجة كتلك التي في المطاعم أو الحبوب المصنعة لاحتوائها على كميات كبيرة من الملح والتوابل. وإذا كنت مستعدا للتخلص من السيليولايت، فعليك تناول المزيد من الخضار سواء المجمدة أم الطازجة، والفاكهة واللحوم الخالية من الدهون والأسماك. 2. تحسين عملية الهضم. تتمثل الفائدة الأخرى بالإقلاع عن تناول الطعام غير الصحي بتحسين عملية الهضم، حيث تفتقر الأطعمة المعالجة إلى الألياف الضرورية لتنظيم عمل الأمعاء. ولكن عند تحولك لتناول الخضروات والأطعمة الكاملة، سيطرأ تحسن على عمل جهازك الهضمي، وستقل معاناتك من المشاكل المرتبطة به كالانتفاخ والإمساك. 1. تخفيف الصداع النصفي. وفقا لإيزابيل سميث، أخصائية التغذية المعتمدة ومؤسسة إيزابيل سميث للتغذية، يمكن للطعام المعالج إثارة الصداع النصفي بسهولة. فلقد لاحظ الأشخاص الذين استبعدوا الوجبات غير الصحية من نظامهم الغذائي تحسنا في شدة وتواتر حدوث الصداع النصفي. تذكر فقط، إذا قررت الانتقال إلى نمط حياة ونظام غذائي صحيين، فلا تجعل هذه التغييرات مفاجئة، امنح جسمك بعض الوقت ليتكيف معها. قم في البداية بخفض عدد الوجبات غير الصحية التي تتناولها أسبوعيا، ومن ثم استبعدها من نظامك الغذائي نهائيا. في الحقيقة تبني أجسامنا نوعا من الإدمان على الأطعمة غير الصحية، لذا أنت لا ترغب بإحداث صدمة للجسم من خلال التوقف عن تناولها على الفور. تسول الأطعمة غير الصحية، من فضلك أرجوك، أنا بحاجة للبرجر أو ربما بعض المقالي. هل أنت من مدمني الوجبات غير الصحية؟ كيف يبدو نظامك الغذائي؟ أخبرنا في التعليقات أدنى. وإذا وجدت بأن هذا الفيديو قد حقق لك الفائدة، فتذكر الضغط على زر الإعجاب. ابقى بصحة وسعادة في الجانب المشرق للحياة.